الوصفة لعجينة الشو مبدئيا معانا كوباية مية، يعني 200 ملي، خلاص. معانا عليهم نص كوباية زبدة، الزبدة بتديني نتيجة أحسن من الزيت بصراحة. نص كوباية زبدة يعني 100 جرام، كوباية دقيق واحدة يعني 135 جرام، 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونوش بيض صغير قوي ولا كبير قوي، عادي. رشة ملح وفانيليا للحلو او للحادق، رشة فلفل واحدة من، بس لازم تحطوا يا فلفل يا فانيليا علشان البيض طعمه قوي جدا فيه. طيب اللي احنا هنعمله دلوقتي هو ان انا بروح حاطة المية تغلي. اول حاجة بخلي المية تغلي معايا، بحط المية اهو كوباية، وبحط فيها الزبدة. لو انا عايزة العجينة متماسكة شوية بس مش هتنفخ نفخان رهيب، يعني مثلا عايزة اعمل منها شكل البجعة، احنا بنعمل من عجينة الشو شكل البجعة، عملناه قبل كده، يفضل بقى ساعتها نزود الدقيق نص كوباية كمان، يبقى بدل كوباية كوباية ونص، مش هتنفخ معايا قوي بس هتديني شكل احلى. يعني لو انا عايزة مثلا اعمل راس البجعة اللي بتبقى عاملة زي الاس، وادخلها جوه الجسم بتاعها اللي احنا عملناه قبل كده. لو انا عملت العجينه بالمقدار اللي على الشاشه بنص بكوبايه واحده دقيق، هنلاقي الراس دي نفخت معايا قوي، ممكن ما تدينيش الشكل اللي انا عايزاه. لكن لو زودنا نص كوبايه الدقيق هتدينا الشكل، لكن المنفوخ جدا يبقى بالمقدار اللي على الشاشه ده، خلاص، بس عشان نبقى عارفين الفرق. طيب احط بقى في الميه دي الزبده، مجرد ما هيبتدي ده يغلي هروح منزله الدقيق عليه واقلب، هيتحول معايا العجينه، لازم تلم نفسها كويس جدا. لمت نفسها كويس جدا هبتدي بقى احطها في بوله وانزل عليها بيضه واقلب، بيضه واقلب، كل ما البيضه تتشرب معايا في العجينه اروح منزله اللي بعدها، نقلب وننزل بقى عليها رشة الملح سواء بقى فانيليا أو الفلفل بعدها، بس كده. على ما ده بقى يسيح معايا، طبعا أنا مجهزة عندي الشكل اللي هو عملت اللي هو شكل الإكلير، وعملت شكل البروفيت رول ومقاسات. طيب أهو هنزل الدقيق، هنقلب تقليبة سريعة بس نشوفها علشان ده هقلبه بعد كده في العجان او ممكن في بولة. شايفين بتلم معايا ازاي؟ اهو بقلب كويس جدا والمه على بعض اهو، بس هي لمت من الكازرولة معايا اهو، شايفين لمت ازاي زي العجينة. خلاص كده اروح ايه شايلاها من على النار وحطاها في العجان، هسيبها بس تبرد شوية وبعدين هننزل بيضه بيضه، بس لما ترجعوا لي تاني. ببتدي بقى ان انا احط بيضه بيضه واخلطهم مع بعض، طبعا ينفع جدا بالايد، انا بس عشان ايه واحده واحده، بس بالايد بتاخد مجهود فعلا، يعني واحده واحده هتلاقوا عامل مفتفت كده وبعدين يروح لامم نفسه تاني، اول ما احس انه لم نفسه تاني بروح مدخله البيضه اللي بعدها. قلنا انه ينفع حلو وينفع حادق، اهو تاني بيفتفت وبعدين يرجع يلم نفسه تاني، اهي لمت. بحط بقى الفانيليا او الفلفل حسب حلو او حادق، ونحط رشة الملح، بس كده خلصت. ناخده بقى كده ونحطه في كيس حلواني، يبقى جربنا كل الطرق. ببتدي بس املى كده الكيس معايا، وده بيكفي صينيه واحده، نكون مجهزين صينيه
الصينيه دي عليها ورقه زبده، نجيب الصينيه عليها ورقه الزبده وببتدي ان انا اشكل، يعني مثلا الشكل اللي هو الاكلير اهو، بحاول طبعا ان انا اعملها ما فيهاش اي عوجه. كده واعمل كام واحده باللي هم الشكل ده. بصوا بقى نبتدي، وشكرا جدا على المكالمه بجد. انا بملى كل واحده الحادق هنملاه بايه بقى؟ يا بلبنه، بس لبنه تكون متماسكه مثلا زي لبنه جبنه المربعات، او جبنه المربعات تضربوها، او كريم تشيز، او ممكن كمان جبنه الفيتا. خلاص نشيل دول احسن، عاملين يغلوا، والنار الميه العاليه مع الشوكولاته بتخليها بعد كده تتحرق وتخرص. خلاص فبملى بالشكل ده للحاجات اللي هي الحادقه اهو. مش الزغننين دول المفروض يبقى اسمهم اكلير؟ يعني بصوا ده مقدار 3 مرات تقريبا. بس بصوا لما نيجي بقى نشكل مثلا واحده نعملها كده بشويه من الايه الجزر. الحلو بقى بنعمل ايه؟ بنروح واخدينه وحاطينه في الشوكولاته بالشكل ده، شايفين كده، واروح حطاها علشان تسقع معانا. طبعا الحاجه الوحيده اللي هتواجهكم في الموضوع ده انها تروح مقلوبه منكم زي ما حصل اهو، تروح المقلوبه عشان الكلير حسب ممكن تكون رفيعه من ناحيه وسميكه من ناحيه فما تمسكش.